أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شارع العرب. علشان إحنا دائما بنهتم في البرنامج بكل ما هو جديد ومميز، النهاردة هيكون معانا ضيف له العديد من الاختراعات والابتكارات على المستوى المحلي والمستوى الدولي، حصل على العديد من الجوائز العالمية والجوائز المحلية في مجال البيئة، وتم تكريمه من العديد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية. معنا ومعكم اليوم الدكتور رضا عفيفي، عضو مجلس علماء مصر. بنرحب بسيادتك معانا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور رضا. اهلا بحضرتك. وبنرحب بالاستاذه رانيا ضبيع اللي هتشاركني في تقديم حلقه اليوم. اهلا بيك يا استاذ رفعت. اهلا بيكوا اعزائي المشاهدين. نحب نرحب دكتور رضا. اهلا بيك دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك. نحب ناخد فكره مين دكتور رضا؟ مخترع وباحث في مجال الطاقه النظيفه المتجدده والمستدامه. تمام. عضو مجلس علماء مصر، حاصل على جائزة البيئة العالمية جرين أبل من لندن 2012، حاصل على وسام الإبداع التكنولوجي من رومانيا 2015، حاصل على قلادة الشرف الوطني المصري 2016، سفير للنوايا الحسنة للسلام والأمن العالمي بالأمم المتحدة، عضو منظمة جرين لحماية كوكب الأرض بالمملكة المتحدة، مسجل باحث في مركز لوكس لأبحاث الطاقة الأمريكي، عضو دائم في مؤتمرات المائدة المستديرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أهلا بك حفظ. دكتور رضا، هنفتح مع حضرتك أول ملف، ملف الكمامة. تمام. في مصر. تمام. عايزك تكلمني، طبعا أنت عارف أن حضرتك اللي ملف الكمامة في مصر يعتبر من القنبلة موقوتة بسبب العديد من المشكلات الصحية اللي بتسببها. نعم. عايزين نشوف حلول للملف ده. حضرتك كلمني على الملف ده تحديدا. زي حضرتك ما قلت، هو قنبلة موقوتة. سبب 42 مرض، فيهم 7 أمراض مزمنة، ضغط على كاهل المواطن وكاهل الدولة في ميزانية الصحة. للأسف احنا بندور المنظومة بطريقة خطأ. مصر القمامة فيها تقريبا 35 مليون طن سنويا. تمام. طيب احنا مش عارفين نتعامل معاها بالطرق العلمية زي العالم ما استفاد منها. احنا عندنا القمامة نقمة، وهي في الاصل نعمة، لان تعال نقوله كده بقى، القمامة ايه التكوين بتاعها؟ القمامة دي مش نفايات، مش نهاية، ده بداية صناعات، لان بنطلع منها لاعاده المواد الصلبه. المواد الصلبه دي فلوس وقت، اللي هي عباره عن الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن بانواعها والازاز، كل ده بتدور وقت بتحول لفلوس. المشكله كل ده 13%، المشكله في بقيه ال 87%، احنا هنعمل فيهم مية. احنا عندنا عبء في العالم كله، ما بقتش عبء، لان 87% دول انا ممكن اطلع منهم سماد عضو لزراعه اورجانيك، ممكن اولد كهرباء نظيفه بطرق علميه بحمايات معينه. ان شاء الله طبعا هنستكمل الحديث مع حضرتك، بس مضطرين نطلع فاصل مع حضركم سريعا ونعود. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، استكمالا للحديث مع الدكتور رضا عفيفي، عضو مجلس علماء مصر، واستكمالا لملف الكمامة يا دكتور اللي كنا بنتكلمه مع حضرتك قبل الفاصل. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك، القمامة عبء على مصر، سبب 42 مرض، فيهم 7 أمراض مزمنة، عبء على كاهل المواطن وميزانية الصحة للدولة. طيب احنا عندنا حاليا القمامة نقمة، في العالم كله نعمة،
القمامة غيرت مصير دول زي البرازيل، ماليزيا، الهند، سنغافورة، دول كتيرة بيعرفوا يتخلصوا من القمامة وحولوها بطرق علمية من نقمة لنعمة بطرق بسيطة جدا. زي ما قلت لحضرتك القمامة دي هي ثروة أصلا، واللي شغالين فيها هم أدرى بيها، وفي طبعا أسر مشهورة في مصر دي شغلتها بتورثوها أبا عن جد. طيب إلى 13% من القمامة دي بتبقى مواد صلبة اللي هي البلاستيك والكرتون والورق والحديد والألمونيا والإزاز وكل الحاجات دي، دي بتتحول فلوس وقتي. طيب بقية المنظومة 87% للأسف إحنا مش عارفين نستفيد منهم. السبعة وثمانين في المية دول أنا ممكن أطلع منهم سماد، أطلع منهم غاز البيوغاز، تمام، للقرى المحرومة من الغاز اللي مش هتقول لها غاز لأن ما فيهاش، أغلب القرى ما فيهاش صرف صحي، لأن مش شروط الغاز الصرف الصحي، تمام. يبقى طلعت سماد لزراعة الأراضي أورجانيك، طلعت غاز، وفي الباقي ده ممكن أولد منه كهرباء. وسبقتنا ليه دول احنا ما بنخترعش العجل؟ تمام. سنغافورة بتضاء 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع بفضلات القمامة بتاعتها، عن طريق طبعا حاجة اسمها الحرق والتدوين، تحويلها لدرجة 1000 مئوي بينتج كهرباء. طب العادم ده، العادم ده معمول له أنظمة سلامة بيئية عالية جدا، طلعش اي عادم ولا ثاني اكسيد الكربون اللي بيضر بالجو وبيضر بالمناخ. الرماد اللي بيطلع ده بقى امن، هما بيدفنوا في المحيط بطريقه امنه. احنا ممكن ما عندناش الامكانيه دي، ممكن نعمل حاجه اسمها كمر صحي، كمر امن للرماد. تمام. طبعا الحرق ده مثله ان هو الاكياس والحاجات دي بتاخد مش اقل من 80 سنة عشان تتدور عشان اخلص منها، هما بيخلصوا منها في 24 ساعة. اكيد عندهم طرق حديثة عننا، اكيد في طرق موجودة. للأسف في مصر اتعمل في مصانع لتدوير القمامة. تمام. ليه المنظومة فشلة؟ لان هما بياخدوا القمامة بيتاخد منها المواد الصلبة، اكيد بقية الـ 87% من المواد التانية مش بتستخدم كلها لاستخدام الامثل. تمام. فالفضلات اللي بتبقى دي بتترمي على مناطق تانية، مش عايز اقول لك في بلاد بترمي على نهر النيل من ضمن التعديات على نهر النيل. ملف الميه دوت هنجيله، هنيجي لسعادتك فيه، بس طبعا دلوقتي خلينا في ملف القمامه بالذات. المنظومه فاشله في مصر للاسف، مفيش محافظ في جمهوريه مصر العربيه عمل المنظومه دي ونجح فيها. تمام. لان هو مش مستوعب، يعني معلش الملف البيئي واقع في مصر، مفيش اي محافظ بيعمل المنظومه كما ينبغي. تمام. ياخد جزء المواد الصلبه، بياخد في حاجات بتتاخد للسماد قليله جدا، مفيش انتاج الغاز ده، بقيه الفضلات دي عبء عليه، هو مش عارف يعمل فيها ايه، فبيرميها على مناطق وبلاد تانيه عبء. أكيد حضرتك واجهتك صعوبات ومشاكل في تنفيذ أي اختراع خاص بحضرتك. طبعا هو البحث العلمي يعني مشكلته التمويل. تمام. طبعا التمويل دي كانت أول مشكلة واجهت حضرتك. طبعا بتواجه أي باحث وأي عالم. تمام. مسألة التمويل اللي هي مختلفة من دولة غير دولة، يعني في مصر احنا بنشتغل تمويل ذاتي. تمام. تمويل ضعيف، فطبعا بيواجهني عقبات ان انا بصرف من جيبي، فطبعا ده بيبقى عبء عليا. على حضرتك. طبعا، وما بي ما بي ما, بي ما بكسبش وقت في البحث. تمام. ياخد وقت لان مفيش بتبقى الفتره اكبر للبحث مع حضرتك، ان انت بتبقى بتاخد وقت اكتر، يعني لو هياخد البحث معاك سنه فممكن ياخد 2 أو 3. بالظبط. تمام. بس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامه بالبحث العلمي من 2017، وزود الإنفاق على البحث العلمي بقى 19 مليار و200 مليون. نتيجته إيه في 2018؟ إن البحث العلمي اتطور ويتقدم 10 درجات. كنا 105 بقينا 95. دافعين كام؟ ده في 2018. تمام. أول ما سيادة الرئيس أولى اهتمامه بملف البحث العلمي
وزود الانفاق عليه. لكن 2019 ما فيش فيها حاجة؟ لا المؤشر لسه ما طلعش تاني. يعني احنا من 2018 بنتكلم المؤشر ثابت معانا 2019. طبعا المؤشر ده بيطلع منين؟ يعني مش احنا اللي بنطلعه، ده مؤشر عالمي اسمه مؤشر الابتكار العالمي. زي ما قلت لحضرتك احنا حاليا في المرتبة 95، كنا قبل كده 105 من قبل 2017. تمام. هو مؤشر بيقدم مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في كل دولة. هو طبعا بيحلل الأداء الابتكاري في 126 دولة. تمام. احنا 95، احنا في ترتيبنا 95. ترتيبنا 95 ده عام 2018 لغاية كده، بعد ما السيد الرئيس أولى اهتمامه بالإنفاق على البحث العلمي. المؤشر ده بيصدر طبعا من عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، وطبعا ده نتاج إن السيد الرئيس لما زود الإنفاق. دكتور رضا، استكمالا لبقية الملفات اللي احنا بنتكلم فيها، ملف المية أو ملف المياه، طبعا هل مصر بتعاني بفقر في المياه ولا في ندرة في المياه في استهلاك المياه في مصر؟ كلمنا على ملف المياه بالتحديد مصر، وكيفية توفير استهلاك المياه في مصر. مصر في الفقر المائي من سنوات على فكرة. تمام. مش جديدة لسه. تمام. لان احنا اقل من المستوى او المؤشر العالمي اللي هو 600 متر مكعب لكل مواطن، احنا في 300 وين، بالاضافه للي احنا مستنيينه من سد النهضه ان يعني هو هيعمل بقى يدخلنا في مرحله الندره زي ما حصلت في دول كتير. تمام. ملف المياه ده ليه ابتكار انا عامله، وده من ضمن الابتكارات والاختراعات اللي انا اخدت على جائزه البيئه واتكرمت بها عالميا، واقره معهد بحوث المياه في مصر، واقرته اداره المياه في وزاره البيئه في عصر الدكتوره ليلى اسكندر وزيره البيئه السابقه. حاجه بسيطه جدا، السيفون اللي هو صندوق الطرد، متوسط استخدام الشخص، متوسط استخدام الشخص للسيفون 50 لتر يوميا، اي ما يعادل 18000 لتر يوميا. ده متهدر رايح على الصرف الصحي. ومياه نقيه، ومياه نقيه بتنزل للصرف صالحه للشرب. بالظبط. عملت ابتكار بسيط جدا، طبعا انا بسبب جزئيه ضعف التمويلات والحاجه ام الاختراع، فاحنا دايما بنفكر في الابحاث اللي اقل تكلفه، اقل تكلفه اللي تناسب المواطن المصري عشان تقدر حضرتك تنفذها. الجهاز ده عباره عن وصله بسيطه جدا، هستفيد من المياه الرماديه ونعيدها لاستخدام السيفون، عشان السيفون يوفر لي 100% مياه نظيفه. ايوه، بس عشان الساده المشاهدين، يعني ايه المياه الرماديه؟ المياه الرماديه انا هاخد انقى المياه الرماديه اللي هو حمام غسيل الوجه الموجود في الحمام. تمام. مش هاخد المطبخ اللي فيه دهون ومشاكل تانية، لا، هاخد انقى المياه الرماديه اللي هو غسيل حوض غسيل الوجه الموجود في الحمام. تمام. 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 وهاخد المياه دي، وطبعا هي مياه شبه نظيفه، لان استخدامها ايه؟ صابون غسيل اسنان، مش عارف ايه، كل ده هغذي بيه السيفون 100% بحاجه بسيطه جدا، تقنيه بسيطه لا تتعدى ال 150 200 جنيه. تمام. هتوفر لي ميه السيفون 100% اللي هي 18000 لتر لكل مواطن. تمام. اللي هي تعادل تقريبا 4 مليار لتر مياه نظيفه يوميا تهدر للصرف الصحي. هخفف الضغط على شبكات الصرف الصحي. الحوض ما زاد عن الحوض بيروح على الصرف الصحي عادي، انا باخد كفايتي وبس. موضوع بسيط جدا، هيوفر 4 مليار لتر لمصر في استخدام السيفون يوميا. ده في يعني كل سنه هيسمح لنا ان احنا نستصلح من 2 ل 3 مليون فدان. مش هدخلنا في مرحله الندره، على الاقل هيحافظ علينا في مرحله الفقر. أكيد. مش هدخلنا في مرحلة الندرة. المشروع ده أنا عملت له دراسة بسيطة جدا، ده يبقى مشروع قومي.
طبعا السيفون زي ما قلت لحضرتك بيستهلك 40% من اجمالي استهلاك المواطن باستهلاك المياه في المنزل. تمام. يعني الفاتوره لو بتيجي لحضرتك ب 100 جنيه لما تعمل الابتكار ده الفاتوره مش هتزيد عن 50 60 جنيه. تمام. بس حضرتك ما نفذتوش لسه ده. انا منفذ ده. لا ده انا منفذه حاليا. منفذه لكن عند حضرتك عشان مش متنفذ بعيد. ومعهد بحوث المياه في مصر اقره. تمام. واداره المياه في البيئه اقرته. وجائزه البيئه العالميه جرين ابل كانت من ضمن الاختراعات ده مقرر عالميا يعني. فكره بسيطه جدا مش مكلف مش مكلف والمردود بتاعها. طب ده يعني ينفع في اي مكان اي بيت واي مكان اي بيت واي مكان واي مصلحه قياسات معينه لا مش محتاج اي تعديل ولا تطوير ولا تكسير ولا تغيير مساحه معينه لا ولا يعني مساحه ممكن معينه يعني يكون حجمه مساحه كبيره محتاج لا تذكر يعني يركب في البيت او في فنادق يركب بسهوله جدا مش عاوز خبرات يركب في اي حمام موجود في اي مصلحه في اي بيت في اي دور عباده بالظبط. طب وده يا دكتور يعني حصل انتاج لي ولا ده مجرد ابتكار لحضرتك؟ لا ما حصلش انتاج لي بقى. ايوه ده ممكن حاجه من اتنين يا اما صنعه والمواطن كده كده هيستفيد انه هيوفر 40% من فاتوره المياه اللي جايه له. تمام بس مش كل المواطنين هتعمله. في ناس يقول لك لا انا ال 40 جنيه مثلا او ال 500 او ال 200 او لا يمثلوا لي عبء. تمام طب انا عندي مشكله بقى خاصه بالدوله ان انا في الفقر المائي وخايف ادخل في الندره يبقى من مصلحه الدوله ان الموضوع ده يعمم توفير للمياه. طب يعمم وهو اصلا مش عاوز انا احمل كاهل الدوله بميزانيات ثانيه. تمام. طب فكرته بسيطه جدا هتعمل مشروع قومي. تمام. يتمول من احدى الشركات يتعمل شركه مساهمه وطبعا الشعب المصري بيثق في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. بدليل حفر قناه السويس اتلملوا 64 مليار في 8 ايام ده ليه؟ لان وثقوا في رؤيه الرئيس. عشان وثقوا في رؤيه الرئيس. يعني حضرتك بتناشد الرئيس ان هو يتبنى المشروع ده عشان انا ممكن يتصنع وناس تركبه وناس ما تركبوش انما انا مصر داخله في الندره في فقر المياه. احنا في الفقر المائي حاليا. احنا هندخل في الندره دي المشكله الكبيره. طيب. فيتعمل الموضوع ده بدون ما يحمل اعباء كاهل الدوله اي شيء. والمواطن هيقصده مثلا لو قلنا ثمنه هتكلف 200 جنيه على 10 شهور 20 جنيه كل شهر ويتركب له بدون المواطن ما يدفع اي فلوس غير ان القسط اللي هيندفع على فاتوره المياه كل يعني حضرتك عامل الحل ان ال 200 جنيه تتقسط كمان تنزل على الفاتوره كمان مراعي المواطن اللي هو يعني جدا مراعي كل الانظمه. في مواطن عاوز يدفعهم وما يقسطش خلاص يدفع بس انا عامل الحلول اللي هي تناسب اغلب كل الطبقات كل الطبقات. تمام. طب وحضرتك قال عامل له دراسه طبعا ان هو يبقى مشروع قومي والدراسه طبعا عاملها من الالف للياء وامكانيه التمويل وامكانيه التنفيذ وطبعا ده هيشغل لنا شباب هيساهم في حل جزء من البطاله. تمام. هيحافظ على مياه مصر. ده بعتبره الملف المنقذ لمياه مصر. لكن لحد اللحظه ديت مفيش حضرتك مؤسسه محليه او جهه محليه تتبنى هذه الفكره. لا مفيش في مصر. عندنا ما عندناش ثقافه الانتاج أو تبني الابداع. تمام. احنا ثقافه استيراد بس. مش تصدير. ما بنصنعش. ايوه احنا ما بنصنعش ونصدر. مع ان القيمه بتيجي لاي دوله من المنتج اللي بيطلع منها. اكيد طبعا. هو ده اللي بيجيب دولارات، هو اللي بيجيب فلوس، هو ده اللي بيشغل شباب، هو ده اللي بيعمل صناعه. وتوفيرا يعني البحث العلمي هو قاطره التنميه لمصر لانها قطر الدول الثانيه، احنا مش لسه بنجيب المشكله عندنا في مصر وللاسف دي مشكله. المناصب عندنا الناس بتعتبرها حاجه شرفيه. المناصب اصلا تكلفيه. اكيد. بالظبط. يعني في دول المحترمة الوزير اللي ما بيقدرش يقدم جديد أو يبدع بيتفضل مشكورا بيقدم استقالته. في اليابان بيقتل نفسه بس طبعا مش عاوزين نقتله لأن الناس كتير هتقتل. فبيقدم استقالته. أيوه. احنا عندنا لا. المنظومة شغالة فشل
وفي تمسك غريب بالمنصب. ما بنضيفوش حاجه. ليه بقى؟ لان منصب الوزير ده منصب انا بقعد سنه اتنين تلاته للاسف بيواجهوا البيروقراطيه الموجوده اللي هم ثوابت المصلحه اللي هي من وكيل وزاره لحد العامل الصغير او الامن. الثوابت دي بقى لها 30 سنه 40 سنه دي ثابت، انما الوزير ده ماشي. حتى الوزير لو داخل متحمس هم بيهبطوا من عزيمته، لا ما تعملش كده. ليه بقى الوزير بيفشل في الحاله دي؟ لانه ما عندوش رؤيه، لان لو داخل عارف هو هيعمل ايه، لانه لو عنده ملكه الابداع، لو هو داخل متخصص ما تجيبليش دكتور اكاديمي، ما تجيبليش محافظ سابق، ما تجيبليش وزير سابق مسك، يعني ما احناش جينيوس يعني. يعني وزير في مكان ما او محافظ في مكان ما، تمام، ما تجيش تصعده عشان تجيبه وزير، تجيبه في ملف هو مش متخصص فيه اصلا. وزي ما قلت لسعادتك ان جميع محافظين مصر فشلوا في الملف البي، لان هما ما بينفذوش المنظومه صح. يعني حتى ده هيخليني اقول لحضرتك لو ودي لها حل عندي على فكره، وزيرا للبيئه هتشتغل على اول ملف تشتغل عليه ايه؟ ان شاء الله لو ربنا اراد ان انا اكون وزير البيئه، زي ما قلت لحضرتك المنصب مش شرفي، ده تكليف اكيد. انا الحمد لله عندي رؤيه، لان انا معترف بيها عالميا، زي ما قلت لحضرتك مسجل في الامم المتحده في جميع مؤتمرات المائده المستديره للبيئه. انا عارف مشاكل البيئه، ليه اختراعات في يعني حضرتك ضفت جديد في عالم البيئه، تمام؟ حضرتك جديد لو وزير بيئه، اول ملف هتفتحه ايه في الوزاره؟ اول حاجه ملف. اول ملف اول ما تخش ملف. مكتب حضرتك اول ملف الف في هتفتح ايه في الوزاره؟ اول ملف عاوز اهديه للشعب المصري، تمام، ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو منقذ مصر، الملف البيئي، تمام. يعني لو سمحتوا لي بعد اذنكم اتفضل. طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اللي ما اتعملش في 50 60 سنه، اكيد طبعا اكيد. لا ده حقيقي، اكيد طبعا. رقم واحد الامن والامان، مصر في حاله حرب، احنا في اقتصاد حرب. سياده الرئيس مش محجم العمليه دي، مش موصل حاله الذعر للمواطن، اكيد تمام. وللاسف في مواطنين فاهمين كده ومواطنين مش فاهمين، ومواطنين نفسهم ما يفهموش او مش حابين يفهموا لمصالح شخصيه. لا، بدليل احنا عندنا كل يوم شهداء بيتقدموا من الجيش والشرطه، احنا في حاله حرب. سياده الرئيس مشكورا ما وفر لنا الامن والامان ومش محسسنا بحاله الذعر دي. ده اول ملف لسياده الرئيس. تاني ملف طبعا سياده الرئيس ما شاء الله القضاء على العشوائيات، ده كان القنبله الحقيقيه. توفير الملايين الوحدات السكنيه، ملايين الوحدات السكنيه في 5 سنين، وفر حياه ادميه تليق بالمواطن المصري. لان المواطن اللي عايش في العشوائيات ده كان قنبله، ده الحرامي وده المتشرد وده وده وده. بسبب ايه؟ بسبب الفقر، بسبب تدني المستوى العلمي، بسبب تدني المستوى الاقتصادي، بسبب نظرته للمجتمع ان هو مش عايش، انه مش بني ادم بمعنى اصح. سياده الرئيس قضى على الحته دي، وتوفير ملايين الوحدات السكنيه في 5 سنين ما حصلتش في عشرات السنين. دي حقيقة. ده حقيقي، ده لا هو الرئيس يعني احنا بنحييه طبعا، يعني فخامة الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ وطور شبكات طرق هائلة حديثة لم تحدث على مدار عقود يمكن 50 60 سنة، تمام. عملت ايه الشبكات دي؟ ساهمت في ايه؟ ساهمت في إنشاء مدن سكنية جديدة، زيادة الرقعة الزراعية، مصانع، عملنا مدن صناعية جديدة، وفرنا فرص للشباب. سيادة الرئيس عنده فكر ورؤية، بيفكر بره الصندوق، ده إبداع على فكرة، ملكة، تمام. هو ما شاء الله وزعنا، خلت ترتيبنا في المعايير العالمية من أفضل 6 دول جاذبة للاستثمار، أكيد ماشي. طبعا حته ان في حد
ما استغلش او ما استفادش بالموضوع ده، لا حرام، حرام ان يتعمل كل ده واحنا ما نطوروش الاستثمار. الاستثمار مش شغلتي، انا هتكلم في اللي يخصني. طبعا الملف البيئي يعني بوجه رساله لسياده الرئيس، سواء انا غيري اي حد، الله يوفق مصر، انا عاوز مصلحه المواطن، مصلحه المواطن، مصلحه المواطن. الملف البيئي ده لازم ينضاف لانجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات كتيره جدا، لو قعدنا نتكلم عاوز لحلقات. تمام؟ يعني حضرتك بتناشد الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يفتح الملف البيئي. ملف البيئي واقع في مصر. تمام. مأثر على الصحه، مأثر على جو بيئي نظيف، احنا طيب مش عايزين. طيب يا دكتور محنه، اذا كان الملف البيئي واقع في مصر زي ما حضرتك بتقول، طب احنا عايزين الحلول. الحلول اول ملف لازم نشتغل عليه زي ما قلت لحضرتك، ملف القمامه. تمام. الملف القمامه ده مش جديد، بس احنا انا مطلع عالميا المشكله في مصر، انا حطيت ايدي على المشكله. ليه بيعملوا مصانع تدوير وبيتصرف فيها ملايين، مئات الملايين، وللاسف المنظومه فاشله؟ لان المنظومه ما بتتعملش صح. المنظومه لها من الالف للياء، لو جيت اخليت في اي مرحله في النص ما تتوقعش النجاح. اي تجربه علميه كده مشكلتها ايه؟ النقطه اللي حضرتك حطيت ايدك عليها هي ايه؟ يعني المشكله اللي حضرتك عملت اقول لي معليك يا حاج، في بعض المحافظات استعانت بالشركات الاجنبيه، تمام، اعطوهم ملايين الدولارات، المواطن بتاخد منه 5 6 جنيه على فاتوره الكهرباء للنظافه اللي مش موجوده اصلا. تمام. الشركات الاجنبيه جت عملت ايه؟ خدت ملايين الدولارات من المحافظات، ومعروفه المحافظات، القاهره والجيزه والاسكندريه، وفي محافظات يعني بالطريقه دي. طيب انتوا خدتوا فلوس، طيب انا مش شايف نظافه ولا شايف اي تطور. بص دكتور رضا، احنا اصل لو فتحنا ايوه ماشي، ما انا مش ما لازم احط ايدي على المشكله. تمام. معلش احنا برضك عايزين نتكلم، احنا بنتكلم في ملفات محدده، تمام حضرتك، وفي نفس الوقت يعني عايزين حلول ليها. طيب ما الحلول؟ من وجهه نظر حضرتك احنا مش عايزين نتكلم دول دفعوا دول خدوا. لا لا لا, لا 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 انا بحط ايدي على الخلل. انا مش محتاج اجنبي يجي ينظفنا. تمام. احنا مش عاجزين. تمام. احنا بنصدر للعالم هنقول كله. هنقول الحلول من غير ما احنا بنصدر العلم من 7000 سنه. تمام تمام يا فندم. احنا بنصدر العلم من 7000 سنه. تمام. احنا مش محتاجين شركات تيجي تنظفنا. ما انا لسه هقول لحضرتك الخلل فين. الشركه دي بتيجي تاخد فلوس، وبتيجي تاخد المواد الصلبه اللي هي ايه فلوس، وياخد الحاجات اللي ممكن يصدرها، وطبعا دوله الصين هي الدوله اللي بدات تقول لهم كفايه قمامه. أكيد. ليه؟ هاخد حاجات معينه. أكيد. انا عاوز استفيد بيه. قمامتكم كلوها، انتوا حرين فيها. الشركات المحترمه بتعمل ايه؟ بتروح تشيل القمامه من المناطق الراقيه اللي هي العين عليها من المسؤولين، ويروح يحطها عبء على الاماكن الاخرى الفقيره. ما عملتش حل. حضرتك يعني امشي على الدائري، امشي على اي طرق، امشي المحافظات يعني كلها بترمي. حضرتك معلش، هي مشكله مؤسسات ولا مشكله مواطنين؟ لا. ولا هي مشكله ايه بالظبط؟ مشكله رؤيه. مشكله رؤيه. الدكتوره ليلى اسكندر كانت عملت حاجه، جابت اللي هم بتوع المتخصصين في الموضوع ده، وطبعا مش من مصلحتهم ان المنظومه دي تنجح، عشان دول النباشين. تمام تمام. دي الحقيقه، ما للاسف الحقيقه احنا لازم نحط ايدينا على المشاكل عشان نحلها. نحط ايدينا على المشاكل من غير يعني احنا نقول الحلول بس. احنا قاعدين عشان نقول الحلول. جميل. الحلول. تمام. ان انا يتعمل شركه مساهمه لكل محافظه من رجال اعمالها. تمام. ومن شعبها. تمام. ويشتغل فيها شبابها. تمام. تمام. شركه مساهمه قابله، مشروع قابل للربح. تمام. هتكسب منه. تمام. طيب اتعملت قبل كده زي ما قلت لك، قال لك افصل من المنبع واعمل اللون الاحمر والاخضر والازرق والكلام ده كلته. الموضوع ده فشل. لان اللي المواطن مش عاوز يفرز. ثانيا لما بيفرز بينزلها للحارس البواب بيضمها تحت. على بعض. لا، بيروح الحارس واخد المواد اللي هتتباع.
بناء المواد الصلبه اللي هو يقدر يبيعها يستخدمها. هو بياخد دره التاج بالظبط اللي هي اصلا هتصرف على المنظومه اللي هي المواد الصلبه اللي بتتحول لفلوس اللي هي الكنز او البيبسي الحاجات دي كلها كل ده الازاز المعدنيه يفصلها لوحدها الازاز الكرتون الورق كل ده فلوس تدوير البلاستيك تدوير. هو لقوه بيبيعوا فالشركات اللي دخلت طبعا فشلت لان هي خدت الحاجات اللي هي اصلا ما عندهاش تقنيات انها امكانيات انها تحولها كهرباء او تحولها غاز او تحولها اسمات فلقوا نفسهم بياخدوا القمامه يرموها في مناطق تانية عبء لانه مش عارف يتخلص منها. المنظومه دي لها فكر لها فكر عشان تخلص. طيب انا مش عاوز احمل الدوله اي عبء تمام وزي ما قلت الشعب كله بيثق في السيد الرئيس ويتجمع في 8 ايام 64 مليار. السيد الرئيس لو قال انا هعمل مشروع قومي لنظافة مصر من أجل بيئة خضراء ونظيفة من أجل صحة أفضل للمواطن من أجل شوارع نظيفة خضراء يعني حضرتك بتناشد رجال الأعمال لهم يتبعوا المشروع لم الفلوس ده حقيقي سهل جدا لو اتعمل نفس النداء من السيد الرئيس نعمله المشروع القومي نركبه وصلة السيفون عشان نحافظه على المية عشان ودي جايين لها دلوقتي عشان نحافظه على المية عشان بدل ما احنا في الفقر ممكن نبوره في الندرة من سد النهضة. طيب أنا هعمل شركة مساهمة لكل محافظة رجال أعمال المحافظة شباب المحافظة هيشتغل هعمل إيه؟ أنت كمواطن مش مطلوب من حضرتك أنك تتعب أو تفرز القمامة. القمامة دي حضرتك هيجي مندوب محترم يجي ياخدها منك كل يوم بما فيها وعليها تمام؟ يبقى القمامة ما نزلتش الشوارع. المندوب ده هيبقى مسؤول عن 500 وحدة. منظومة في كل منطقة أو كل 500 وحدة هيبقى فيها 10 شغالين. واحد مسؤول إن ياخد القمامة. واحد ياخد القمامة في سيارة للمقلب اللي هيتعاد فيه التدوير. القمامة ما نزلتش الشارع كده خالص. تمام؟ خمسة من المنظومة دول مسؤولين عن نظافة الشارع. طب بقى بتوع الأحياء والعمال الموجودين حاليين؟ لا أنا مش عاوزهم ينظفوا الشارع، أنا عاوزهم يتفرغوا لتشجير وتزيين المدن عشان مصر كلها تبقى تمشي في بيئة خضراء ونظيفة. الشركة دي أصلاً هتاخد تفرز طلعت مواد صلبة، أدي فلوس. المواطن لو خدنا منه الخمسة جنيه كل شهر دي هتغطي مرتبات العمالة. تمام؟ المحافظات قدرت توفر أماكن للتدوير بالإيجار حق انتفاع للشركات دي أهلا وسهلا مساعدة منها. طب المحافظات اللي ما عندهاش أماكن للكلام ده زي محافظة القاهرة لسه هقول لحضرتك يعني يبقى الشركات هي هتدبر اللي أنا زي ما قلت لحضرتك شركة مساهمة تهدف إلى الربح. تمام عشان المنظومة تنجح. طب هنستكمل ملف ده عشان الملف ده كبير. هناخد فاصل اعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب ونرجع لحضراتكم تاني استكمالا لملف القمامه في مصر. مشاهدي برنامج شارع العرب استكمالا لفتح ملفات القمامه في مصر. وبنستكمل حديثنا مع الدكتور رضا عفيفي. اتفضل حضرتك. تمام. فزي ما قلت لحضرتك الشركه خدت اول حاجه هتفرزها هتاخد المواد الصلبه اللي هي هتحولها لفلوس على طول تهدف الى ربح. طيب 87% بقى من القمامه دي لها فرز معين في جزء منها العضوي ينفع يتعمل سمات، السمات ده احنا بنستورده عشان نزرع زراعه نظيفه عشان نخصب الصحراء والاراضي الجديده. في جزء هيتعمل غاز وممكن يتعمل ودي نجحت في الهند واندونيسيا وبنجلاديش ودول كتير. الجزء الثالث بقى اللي هو عبء اصلا ما فيش يعملوا فيه حاجه ده اللي لازم ده هتخلص منه ازاي؟ انا ممكن اتخلص منه بطريقه الكمر بطريقه الكمر الصحي بس يصعب عليا ان انا اتخلص منه في الوقت اللي فيه دول كهربتها 100% من المخلفات دي اللي زي ما قلت لحضرتك
بتتعمل عملية حرق آمن لدرجة 1000، بتنتج كهرباء سنغافورة كهربتها من المخلفات الصلبة. الأجسام اللي أنا لو عملت لها كمر، يعني الأكياس البلاستيك والحاجات، في حاجات ما بتتحللش قبل 80 سنة. أنا بالمنظومة دي هتخلص منها في 24 ساعة وهولد كهرباء ممكن أصدرها، ممكن تنفع الدولة. تمام، خلينا نروح لسؤال تاني ونسأل حضرتك إيه القوانين اللي هي ما اتفعلتش لغاية دلوقتي لحماية الاختراعات في البيئة؟ يعني في قانون ما اتفعلش؟ لا، جميع القوانين تقريبا متفعلة. كان من كام شهر كده كان في مؤتمر في جامعة الدول العربية، مؤتمر ده معمول لزيادة وعي وتنشيط في مصر حقوق الملكية الفكرية. تمام. اللي هو حقوق المخترع، لأن بسهولة جدا لو المخترع ما اتحماش حقه أو سجلها في، لا غير التسجيل، في قرصنة على الأفكار الجديدة وعلى فطبعا دي برضو من الملفات اللي هي اتفعلت من كام شهر كده تحت رعاية جامعة الدول العربية لنشر الوعي والتأكيد حقوق الملكية الفكرية. طيب طبعا برضك احنا استكمالا لحديثنا دعنا الأول نشوف بعض صور وبعض يعني صور لحضرتك ونعلق عليها ونرجع لحضرتك ونستكمل حديثنا إن شاء الله. فضل. معنا يا جماعة الصور. دكتور رضا، بالنسبة للصورة اللي قدامنا تفضل. ده كان إحدى مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ والبيئة. تمام، اللي بعدها يا جماعة. ده تكريم كان من مؤسسة هبة بن داري في دار الأوبرا. ده كان تكريم من مؤسسة الأستاذة ولاء. ده تكريم كان معمول في وزارة الشباب والرياضة. ده إحدى لقاءاتي في الأمم المتحدة، مؤتمرات الأمم المتحدة. اللي بردك بعد الجرايد بقى اللي كتبت على الاختراعات ده في جامعة الدول العربية في حقوق الملكية الفكرية، سفيرة السودان والمهندس جمال عبد الظاهر، سفير نوال حسنة. ده كان في أحدى الندوات دي في تكريم جامعة المنصورة. ده تكريم جريدة الأهرام. كان موجود الدكتور ولاء سمير نفس التكريم ده برضه. انتوا يا جماعة بتكرروا بعض الصور. دي جايزة جرين أبل في لندن وتكريم في مجلس العموم البريطاني. دي سنة كام يا فندم؟ دي 2012. وعدنا إليكم بعد ما استعرضنا بعض الصور للدكتور رضا عفيفي. طب دكتور رضا، احنا عايزين نفتح برضك ملف تلوث مياه النيل. ده الملف، وما يسببه ده الملف التالي. زي ما قلت لحضرتك لو كنت وزيرا. لو كنت وزيرا. احنا كل ده لو كنت وزيرا. لو كنت وزيرا. وطبعا انا العلم ده بهدي للشعب المصري ولسيادة الرئيس. يعني مش لازم اكون وزير، مش فارق معايا، بس الاقي اللي يسمع وينفذ. بس ملف القمامة رقم 1 من اجل بيئة خضراء ونظيفة، ملف المياه عشان نطلعهم ما ندخلوش في ندرة المياه، الملف الثالث وده من الملفات اللي لا تقل اهمية اللي هو التعدي على نهر النيل. ما كانش فيه ملك من 7000 سنة بينصب الا في القسم بتاعه ان احافظ على مياه النيل، اللي احنا للاسف بنصرف فيه صرف صحي، صرف صناعي،
تعديات بالمباني والردم، تمام، مش عارفين ان ده شريان الحياه بتاعنا اللي ربنا وهبهولنا. في دول ما بتشوفش الميه دي خالص، الميه عندهم يا اما تطلع من ابار من المياه الجوفيه يا اما تحليه مياه بحر ومش صحيه 100%. تمام، احنا نهر النيل سبحان الله نهر من الجنه، احنا نردمه نلوثه نعمل صرف صناعي صرف صحي، طيب ونقوله ليه في فشل كلوي، ليه في وباء كبدي، ليه في تخلف اصلا في الاطفال، مو بسبب التلوث ده. طبعا ملف نهر النيل ده بيأثر تقريبا يعني على المواطن بالصحه عن طريق الشرب واستعمال المياه، بيوفر بي 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 بيتسبب في ضياع جزء كبير من المياه، مهدر الثروه السمكيه في بلادنا، ما بقاش عايشين على سمك مزارع مهرمن، واحنا عارفين كلنا المصيبه بتاعته ما فيش سمك اصلا. طيب عشان دكتور بس الزراعه تلوث الزراعه، فنهر النيل ده من الملفات الكبيره جدا اللي مفروض. طيب عشان وقتنا برضك دهمنا، كلمه اخيره تحب توجهها لمين؟ لو قلت لك وجه كلمه دلوقتي تحب توجهها لمين؟ اوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. بقول له وفقك الله، ملفات انجازات كتيره اتعملت ما كناش نحلموا بيها. احنا كان تصنيفنا من قبل سياده الرئيس رقم 2 عالميا فيروس سي، رقم 1 عالميا سرطان اطفال، بره منظومه البحث العلمي. حاليا دلوقتي 100 مليون صحة. ماشي، حمله الرئيس 100 مليون صحه، 2020 ان شاء الله مصر هتبقى خاليه من فيروس سي ان شاء الله بامر الله. تمام، إن شاء الله. ليه؟ لسبب بس ان في ناس كانت عارفه ان عندها المرض، في ناس راحت كشفت لقت عندها المرض فجاه. المصيبه في اللي هو مش عارف ده، هو بينقل المرض وهو مش عارف ان هو مريض، اصل المريض ده بحريص ان هو ما ينقلوش. فدي كشفت ناس كتير وبيقدم العلاج مجانا. فهنبقوا اخيرا بعد ما كنا الثاني او الاول عالميا في الوباء، بقينا هنبقوا ان شاء الله الاول في الصحه باذن الله. ملفات كتيره بصراحه سياده الرئيس. طيب كلمه ملف البيئي يا سياده الرئيس. طيب ملف البيئي هيوفر صحه، هيعمل مجتمع سوي، مجتمع نظيف، هيطلع جيل راقي نمشي في شوارعنا نفخر ان انا ماشي في شوارع. كلمه سريعه جدا توجهها للشباب. الشباب دول المشكله الكبيره قوي. الشباب ابدع وابتكر، اشتغل في اي حاجه حتى لو مش تخصصك، حتى لو مش طموحك، دور العجلة، عشان أصلا العجلة لو ما دارتش أنت مش هتتنقل للمرحلة التانية. حضرتك مش هتبقى مدير ولا رئيس وانت قاعد في بيتك، لازم تتدرج، لازم تبدع، لازم تبتكر، ما تستناش الدولة توظفك، ابدع فكرة واشتغل. شكرا دكتور رضا عفيفي على حضورك معنا وشرفتنا ونورتنا. شكرا، وان شاء الله يبقى مع حضرتك حلقات اخرى عشان الوقت طبعا دهمنا. وفي نهايه حلقتنا اعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، نتمنى من جميع الجهات المعنيه تفعيل قوانين او تشجيع اي مبتكر او اي مخترع لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين في مصر. ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامجكم شارع العرب. وبشكر زميلتي رانيا دبيع. حضرتك متشكرين جدا يا دكتور، ونتمنى لك دايما التوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.